دخلت شوارع بروكسل نهاية الأسبوع من المواطنين ليحل عناصر الأمن والجيش في كل زاوية. السلطات أغلقت محطات مترو الأنفاق والمراكز التجارية وألغت فعاليات ثقافية واجتماعية، بينما يستمر البحث عن عدد من المشتبه بهم المرتبطين باعتداءات باريس، أبرزهم صلاح عبد السلام الذي يعتقد أنه دخل بلجيكا بعد تنفيذ الهجمات على العاصمة الفرنسية. منذ يوم السبت تعيش العاصمة البلجيكية في حالة من التأهب القصوى بسبب وجود تهديد بعمل إرهابي وشيك، بينما تخضع بقية أرجاء البلاد إلى حالة تأهب من الدرجة الثالثة. رئيس الوزراء شارل ميشيل قال إن العاصمة مهددة بخطر هجوم ينفذه أفراد باستخدام أسلحة ومتفجرات، وربما في أماكن عدة في الوقت نفسه. بعد ظهر الأحد ستتم مراجعة الوضع، وسيجتمع مجلس الأمن الوطني لإقرار إن كان سيعاد فتح قطار الأنفاق يوم الاثنين، بالإضافة إلى المدارس والمتاجر والأماكن الثقافية.